هنا في هذه الشقة المتواضعة بحي إمبابة الشعبي ترقد ناهد مصابة بكسر في العمود الفقري أعجزها عن الحركة، يزيد من وطأة آلامها الرهيبة تفاصيل مرعبة لا تمحى لمحاولة الاعتداء عليها واغتصابها. كنت طالعة عند أختي بجيب حاجة من البيت، الباب خبط، أنا بقول مين؟ ما ردش، متعمدة إن عيال أختي ما بيردوش عليا. بفتح الباب بقول له أنت عايز إيه؟ اللي جابك هنا؟ راح زقني، راح قفل الباب. حاولت إن أنا أفتح الباب وأجري منه ما عرفتش، رفع عليا مطوان. حاولت إن أنا أجري عند البلكونة أجيب أي حاجة أضربه بيها ما تلاقيتش، لقيته رفع عليا مطوان. انت عايزه مني؟ انت عايزه مني؟ راح قال لي انا عايز ايه؟ انت مش عارفه انا عايز ايه؟ قلت له لا انا مش عارفه. راح جيت عند البلكونه امشي انه حالفني. يوما بعد يوم تسوء حاله ناهد الصحيه والنفسيه، وضيق ذات اليد وتواضع الحال يمنع اسرتها من توفير العلاج باهظ التكاليف الذي تحتاجه ابنتهم، ما يضع حياتها ومستقبلها في طريق مجهول. انا دلوقتي تعبانه، ما بقعد بتكلم مع خطيبي والله العظيم مش بهزر معاك، وقال لي في ناس قالت له بلاش تاخد التعبانه خد سليمه. انا دلوقتي عايزه اكمل علاجي عشان ابقى سليمه، مش بقول اللي عمل فيا كده شايف حياته وانا متدمره، الواقعه اللي انا واقعه دي متدمره فيها جامد قوي. صور من المعاناه والعذاب تحاول ناهد نسيانها وتجاوزها برغم قسوتها وما خلفته من آلام نفسية عليها بعد أن كادت تفقد حياتها، لكنها مع ذلك كله فهي راضية بقدرها في انتظار معجزة تعيدها إلى حالتها الطبيعية.